أسعد الله مساءكم، تحية لكل مشاهدينا لكل متابعي برنامج بالقانون. نلتقي ككل مرة على وقع السؤال والجواب، طبعا عبر الاتصال بالبرنامج. معنا أول اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. معك أستاذ سبيع الحسني من الوهر. نعم، مرحبا بك. استفدنا في 2011 8/6/2011 في إطار أونساز بقد بالتعامل مع البنكة من البيانة 635 مليون. عاود لي بالعقل، من البنكة استفدنا من الأونساج، دينا واحد القرض من الأونساج في باش نشكلوا باش درنا نقل بضائع عبر المسافات. نعم، في 2011 وكنا خدامين، جبنا كنا ما بكريش هاد الخدمه نخدموا فيها انا وخوتي كاع زعما على الترونسبور وكاع، بغينا نديروا شاحنه جديده نخدموا فيها. في 2014 درنا اكسيدون كامل، ديال اكسيدون جوايه بني والنيف، رفدنا البي بي تاع لا جوندارميري وديناه للبنكة بلي فوالا درنا اكسيدون، صبروا علينا شويه كنا نخلصوا استاذ. نعم، كي صارت الاكسيدون حبسنا. تفاجئنا من بعد بيامات، تفاجئنا باللي البنكة دفعتنا للشراء، دفعتنا للشراء وين حكمت علينا. في الحكم الاول حكمت علينا ب 666 مليون، خلصوها كامل بلي حنا ما خلصناش، ما جبنا لا بيبي لا والو، باسكو حنايا ما دفعناش، ما ديناش لا كيشي ديسيبسيون من عندنا. صح، كسرنا الشراء، كسرنا الشراء. حكمت لنا المحكمه كي دفعنا الوثائق والبول بي في وكاع كاع كواطنا. في 2017 حكمت ان المحكمه نخلصوا المحكمه، قالت على المحكمه راه قدامي يقول 557 مليون و900 في اجل سنه، مع الرفض ما زاد عن ذلك في اجل سنه. نعم، حنا بعنا السبكيشن هذه المشكله كيما هكا كلشي، بعنا المسكن تاعنا وخلصنا البنكة على اتم اخر كيما قال المقاره تاع المحكمه، نقارعوا باش المحكمه باش البنك، خلصنا البنكة واللونساج باش البنك يعطينا، باش البنك يعطينا خشات المخلصه والمرلوفي. نعم، تفاجئنا بيامات البنك يدفع على الشراء، يعاود يكسر مع ان ذاك الحكم بالصيغه التنفيذيه كسر نشره، يكسر نشره قاعد يشارع فينا، قاعد يشارع فينا في 2020 من قبل 2017 وحنا شارع كاع الشروعات نغلبوهم فيهم. في 2022 حكمت لنا المحكمه باش نلزموا البنك باش يعطينا شهاده المخالصه و100 مليون و100 مليون على تفويت الربح. من 2020 من تما كاين 12 حكم لصالحنا حتى لهاد الايامات، خرج واحد الحكم التالي باللي كي دفعناهم درنا لهم قضيه تاع كي يقول هذيك الغرامه التهديديه، ايامات عطاونا قدامي حمات تطبق المحكمه تاع يوم مراسل بالحكم، عطاونا شهاده مخلصه تقول باللي حنا باللي اتيستاسيون دو رومبورسمون من عند البنكه نيميرو بالرقم تاعها وكاع باللي ما سالوه صاي، ما عندنا بيننا وبين البنك البيانه ما عندنا حتى الدين. نعم، كي رحت باش نخرج دفعت عند اللونساج عطاوني شهاده المخالصه وعطاوني اللونساج عطاوني لابيل لودي، من دفعت لا دوموند لو تروا دفعت لا دوموند البنكة باش يعطوني بحسن النية باش يعطوني زعما الملوفي، والكاميرا من 2017 حابس مصدي تصدر خلاص غالي مليار، وكنت خدام مع سونات راه كندير في الشهر 27 30 مليون، حبسوا لي الخدمة هما، حبسوني الخدمة من كثرة الويسيات بزاف كلشي، حبسوا لي الخدمة تحت الحكوار باش نخلص ونتهنى منهم. أما اللي الكاميرا يتصدى في بشار مقيوس، أما اللي أستاذ والله العظيم يتصدى وقال هما هرسوه البنكة اللي هرستني بزاف. نعم، اسمح لي برك، أنت كتخدم في سونات راك؟ أنت كتخدم في سونات راك؟ لا بريفي سوطريتو مع سوناتراك. واش داك اللونساج تاع؟ لا حنا شعبي نخدمو النقل مع سوناتراك. نعم، دوكا السؤال تاعك شنو هو؟ المشكلة كي جينا باش ندو لا مال لوفي تاعهم، كي قلنا لهم بلي فوالا عطاونا شهادة المخالصة، قالوا لي نقاعوا ما نعطوكمش شهادة المخالصة وحنا ندفعوا الشرع. تخلصوا لنا 197 مليون تاع الفايدة اللي المحكمة قالت بلي ما تعطوهمش، ما لقاش الفايدة صاحي. الأخ وعطاونا شهادة المخالصة بلي ما يسالونا والو، قال لك لا زيدوا الدراهم، ما فهمناش أستاذ، رانا في 2017. خلينا نسألوك. واو أستاذ، راك قبل درتو الغرامه التهديديه عطاوك شهاده، واش عطاوك هما؟
لا غرامة التهدئة غادي يحكموا فيها لفاتنا قدام، يحكموا فيها قدام تحكم فيها المحكمة، عطاو الاتيستاسيون دو ريمبورسمون وشهادة المخالصة. إي خلاص ما طلبش المخالصة. ما يحكمولهمش البنك، ما يحكمولهمش المحكمة، ما تحكمولهمش شهادة غرامة التهدئة. يا الأخ هكذا ما نقدرش نفهمك، راني نسأل فيك أنا، عطاوك شهادة المخالصة واش راك تحوس الآن؟ ما عطاونيش، ما عطاونيش لامبير لوفي، عطاوني شهادة المخالصة قدام قدام تحكم المحكمة، كيشوف حيلة المحكمة ما تحكملوش هكذا ما كان. نعم دوك نجاوبك. أنت راك تلوم في البنك، ولكن البنك قدم قرض وأحسن شيء أنه يتبع في القرض تاعو، هذا شيء عادي جدا. تقولي درت حادث مرور توقفت، هذا المشكل يخصك، اللي يدير حادث المرور ماهيش معنى هذا القرض تاعو راح والله الشيء اللي لازم يدفعه كل شهر يحبس، ابدا. الحادث المرور درته انت بسببك، انت تسببت في حادث مرور او تسبب لك فيه شخص اخر، البنك ما عنده ما دخله، البنك متقرض، عندك تعهدات، عندك وثائق مضيت عليها، تلتزم بانك تدفع القروض في وقتها. اما لو كان انسان جارك يسلف لك ولا اخوك يسلف لك ودير حادث مرور تقول له خلاص ما رجعلكش لاني درت حادث مرور، ابدا، هذا مجرد كلام. البنك تبع الاموال تاعو عن طريق حكم قضائي حصل عليها وهو على حق، والقضاء مشى معاه لانه هذا امر حقيقي وواقعي، وهذا دين لابد ان يدفع للخزينه العموميه، لان البنوك العموميه هي اللي تمثل الخزينه العموميه. الان حقك في الحصول على شهاده المخالصه، بمعنى انه كل انسان يدفع المال للمكان المعين لازم يعطوا له وثيقه تثبت هذا دين رجعته كامل، لازم تثبت ذلك. باش تثبت ذلك ماشي تروح تخلص وتروح تروح بعد 10 سنوات تخرج لك قضيه ما عندكش الوصل. شهاده المخالصه بمعنى انك انت والبنك صاحب القرض متخالصين، معناتها هو اعطاك قرض انت سددته واعطاك شهاده مخالصه. شهاده ابراء الذمه ايضا من المفروض شهاده المخالصه تقوم مقام شهاده ابراء الذمه لانها تحمل نفس المعنى. شهاده المخالصه باللي دفعت القرض تاعي، شهاده ابراء الذمه عندها نفس المدلول ونفس المعنى، ولكنها تدل بانه هذا الانسان لم يعد في ذمته اي دين، نفس المعنى تاع شهاده المخالصه. ولكن البنك حسبها لقى بان الغرامه التهديديه راح المحكمه تفرض عليه حوالي 10,000 دينار مليون في النهار لو كان ما يعطيك الشهاده هذه. اذا بالتشاور مع رجال القانون تاعو قرروا انه يعطيك شهاده المخالصه ويدفعوها في الجلسه قبل ما يصدر الحكم بتوقيع الغرامه التهديديه عليك عليها يومين، باش ربما يدفعوها باش الدعوه تكون بدون موضوع. ومع ذلك رفضوا يعطوك شهاده ابراء الذمه اللي هي من حقك ايضا. ممكن تكون محل دعوه منفرده، ممكن تكون محل طلب مرفق بطلب الاصلي. هذا هو الجواب. معنا اتصال. نعم مرحبا بك. سي علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله تفضل. الحمد لله. استاذ عندي مشكل عقاري مع خالتي. مع؟ مع خالتي، خالتي. مع خالتك نعم. احنا توفى الشيخ الله يرحمه 2015. خلى وكان توفى الوالد الله يرحمه 2015. نعم. خلى مسكن عائلي قطع اراضي كاينه لاصقه فيه كاينه بعيده. نعم. عندنا عام وشويه كاين زوج خالتي دوموندو كوارت من عند العجوز تاع الحراب بنية القصمة، الحجة تاعهم القصمة تاع يقصموا. النهار اللي داو الوثائق ضموا على الباب، فما في زوج داو مصر كبير. القصمة ما حبوش يقصموا، ما حبوش يرجعوا الوثائق. نعم. درت قضية زوج قضايا بالعدالة، القضية الأولى وقف الأشغال، القضية الثانية تاع القصمة، القضية درت معاينة، جبت محضر قضائي درت معاينة. القضية الأولى عدم سماع الدعوة لعدم الصفة عدم الدعوة في التأسيس وما عنديش وثائق. القضية الدوزيام تاع القسمة كان عندي الوقت الإضراب تاع المحامين وهذيك جبت عقد هبة، عقد هبة من جدي الله يرحمه للباب الله يرحمه. نعم. ألو؟ نعم. العقد رفضوه لي في المحكمة مع أنه العقد واضح، يعني التواريخ واضحه، العقد مسجل بمخالصه اصليه والعقد مرفوض.
نعم، انت واش حبيت تعرف؟ حبيت تعرف الاجراءات تاع القسمه ولا حبيت تعرف علاش؟ العقد هذا استاذ وين ديته؟ يقول لي عقد شرعي، عقد صالح في المحكمه ما يفضلني، ما فهمتش علاه العقد. انا ذاكر القاضي الموثق، ما كانش موثق. انا ما نقدرش نعرف موضوع الدعوه ولا كيفاش مشيت الدعوه تاعك ولا الطالب القضائي تاعك باش نجاوبك علاش رفضوا لك هذا العقد. يعني انا نقدر نوجهك بصفه عامه الطريق الصحيح كيفاش تخرجوا من هذه المشكلة، أما باقي الأمور اللي هي رفض العقد بموجب حكم لازم تدير استئناف، لازم نعرف العقد هذا وش هو الدور تاعو، هذا هيبة من جدك إلى الأب تاعك. طبعا انتقال الملكية من الجد إلى الأب بمعنى أن الرزق هذا بعد الوفاة تاع الوالد تاعكم أصبح ملككم، لكن دوك نوجهك تبع معايا في كل القضايا تاع الميراث ما كاينش دار في الجزائر ما فيهاش هذه المشكلة، حتى اللي ما فيهاش مشكله مستقبلا نستناو راح يجي هذا المشكل تاع الميراث. رقم صغار بعد سن معينه اذا فيه ملك ولا فيه ميراث راح يجيو المشاكل. طبعا دائما كاين عائلات قليله اللي ما عندهمش هذا المشكل، يعني يقسموا مباشره بما شرع الله ونص عليه القانون. المشكله تقوم لما تختلفوا، لما يكون كاين املاك كبيره. الحاجة الأولى اللي نقولها دائما في مثل هذه القضايا، عندما يكون هناك متوفي أو مورث، الإنسان هذا اللي راح ينقل لكم الأملاك، لابد وجوبا من الفريضة، لازم تروحوا ديروا فريضة. كاين عائلات صعيبة عليهم باش يديروا فريضة. لسبب أو لآخر، لأن واحد ما يحبش يروح، ولكن القانون لقى حلول وآليات، ما تروحش لراحك. أو أخت تقيم في الخارج أو لسبب أو لآخر. يقدر واحد يوحده يدير الفريضة بشرط أنه يصرح بكل الورثة، زوجة ثانية، زوجة ثالثة، الأم تاعهم، الإخوة، الأخوات، تدي وثائق الهوية فقط وشهادة ميلاد تاع كل واحد من الورثة، وتدي شهادة الوفاة تاع الأب تاعكم أو المتوفي، وتدي شاهدين اثنين يشهدوا على الوفاة، يديروك الفريضة. الفريضة حيكون فيها التنزيل تاع الأشخاص زائد تحديد الأنصبة زائد كل واحد شحال يدي، أمر بسيط. بعد ذلك نروح مباشرة إلى وثائق وسندات الملكية. كل إنسان عنده مصلحة، يقدر واحد يشرع 100 ويقدر يكون العكس، ويقدر نص يشرع ونص، هذا ما هوش إشكال. ولكن نجيب وثائق الملكية وندفعها، إذا قدرنا نديروا تحويل الملكية من الميت إلى الأحياء راح يكون أحسن، عن طريق شهادة نقل الملكية، باش لما نروحوا إلى القضاء نروحوا بيناتنا احنا الأحياء. الميت كان عنده عقد باسمه اللي هو الوالد تاعكم المرحوم، لما توفى خلاص ولا ما يقدرش يوقف امام القضاء، ما يقدرش، ما عندوش الصفه انه يوقف امام القضاء، والعقود تاع المتوفين ما عندها حجيه. ولكن من الاحسن لو كان تقدروا ديروا شهاده نقل الملكيه، ماشي شرط توافقوا كلكم، ولكن كان اجراءات نديروها، وتروحوا الى القضاء تطلبوا تعيين خبير وديروا القسمه. وكل انسان اثناء هذه الفتره يحب يبني ولا يدير اي تجاوز اخر، كل واحد من الورثه عنده الحق يدير دعوه قضائيه في الاستعجالي، يطلب وقف الاشغال الى غايه الانتهاء من القضيه المطروحه على قاضي العقاري او قاضي شؤون الاسره لاجل قسمه هذه العقارات. الامر بسيط فقط، ما لازمش ندخلوا ونديروا متاهات ونبداو نتبعوا في قضايا اخرى ما عندهاش معنى. الهدف هو قسمه هذا العقار. توفى المورث تاعكم، الهدف هو قسمه هذا العقار. ما لازمش تدخلوا في قضايا تاع السب والقذف والتهديد لانها تاخذ الوقت وتخليكم تتلهاو وما تقسموش الميراث وفقا للقانون. هذا الامر بسيط طبعا بدون ما تكون عندنا تفاصيل اخرى عن هذا الملف، يعني هذا هو الخطوط العارضه للملف تاعكم، يعني باش ما تطولش القسمه وما تطولش القضيه في وقت المحاكم. حقيقه كاين خبراء ربما يطولوا شويه في القضيه، ولكن في الاخير ولو بعد عشرات السنين كل واحد راح يدي الملف تاعو. لذلك من الاحسن تكون كاين علاقات وديه وربما قسمه وديه، احيانا ما ترضيش كل الناس، ولكن بعض العائلات صلحت عندهم والحياه طبعا والميراث الى زوال. معنا اتصال؟ الو؟ نعم. مهم جدا نتحدث عن قضايا الميراث لانها تنخر أجساد المجتمعات. قضايا الميراث تفرق بين الأشخاص أكثر من أنها مجرد قسمة ميراث، تصبح قضايا تقسيم عائلات. معنا اتصال؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام.
لاباس استاذ بخير. الحمد لله، مرحبا بك وبالناس قالما. الله يحفظك. والله الاستاذ عندي واحد السؤال فقط. نعم. القضيه هي تخص سكن وظيفي، يعني بالمعنى فقط. سكن وظيفي. المهم السكن الوظيفي هذا يبعد عن مكان الوظيفه ب 300 متر. شوف السكنات الوظيفيه كاين نوعين. كاين لا لا هو الموظف هذا طلب اصبر لي احنا ساكن ما عطيوني دراهم. اصبر لي عطيوني دراهم لابني سكن لي بحكم الخدمه، عطاوه دراهم حاسبها بلي فاكتير. اصبر لي الاخ لحظه تبع معايا دقيقه برك. احنا رانا كي نجاوبوا على سؤال ننشروا في ثقافه قانونيه عند الناس. السكنات الوظيفيه نوعان، كاين نوع السكنات الوظيفيه السياديه اللي تجي داخل المؤسسه، وكاين سكنات وظيفيه تجي بعيده على المؤسسه. نعم صحيح يا سيدي. خلي مالا نعطيك السؤال الصغير دي مباشره. نعم. هل اثناء حكم قضائي بالفصل انه هذا السكن تابع للموظف وحكمين قضائيين؟ نعم. بعد ذلك هزينا يعني دينا الوراقي تاعنا ورحنا عند مديرية أملاك الدولة باش نسميو على وراقينا ونهزوا الملكية. يقول لنا مدير أملاك الدولة روحوا اشكيوا بيا للمحكمة الإدارية. واش من الملكية تاع واش ملكية هذا السكن الوظيفي؟ لا، وصل القضاء أنه هذا السكن غير وظيفي وتابع لهذا الشخص. ولكن هذا ماهوش سند ملكية. كاين المقررات تاع البلديه. لا ما السند ملكيه بس اذا فصل القضاء في قضيه معينه في موضوع معين وقال بان هذا ما هو السكن الوظيفي، هذا السكن يعود الى الشخص، لابد من تمليكه عن طريق حكم قضائي. الحكم القضائي هنا ماهوش ملكك. انا اروح كمل لي. اذا المدير املاك الدوله كي قال روح يعني معناتها اشكي بيا للمحكمه الاداريه، يقصد هذا الشيء؟ ما فهمتكش سؤالك. بعد المدير تاع املاك الدوله بعد كل هذه الاجراءات رحنا للمدير املاك الدوله باش يسنينا على واحد المحال واوراق، قال لنا ارفعوا بي دعوه للمحكمه الاداريه هي اللي ترغمني اني انسني عندها نمضي. طبعا هو يطلب حكم قضائي، الحكم القضائي هذا اللي يطلبه هو لازم يلزم مدير املاك الدوله. نعم يلزم المدير. يلزم المدير بتحرير عقد ملكيه لفائده. نعم هذا الشخص. انتم ما عندكم هذا الحكم؟ عدنا الحكم. واش يقول منطق الحكم؟ واش يقول في الصيغه تاعو؟ واش يقول؟ الحكم هذا بعد ما رفعنا القضيه ولا مدير املاك الدوله تغير في قضيه ما ويعني وغاب وراح للسجن عنده كاين امورات ياسر في قضايا. واش يعني خلينا 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 من السجن خلينا من السجن. القضيه تاعك انت هل انا واش حبيت نقول لك انه معناتها مدير املاك الدوله لما يقول لك ارفع بيا القضيه للمحكمه الاداريه هو امر يعني قانوني وعادي جدا. واش به القانون؟ معناته انه هذا الامر عادي جدا انه مدير املاك الدوله يطلب منك انك ترفع به دعوه للمحكمه الاداريه. عادي جدا طبعا. مدير املاك الدوله يقصد انه الحكم اللي عندك ملزموش انه يحول الملكيه من هيئه معينه الى شخص معين. اولا باش تحول الملكيه لازم يكون الحكم نهائي، ما يكونش ابتدائي، لازم يكون يستوفى كل الطرق القانونيه تاع الاستئناف والطعن وكل ذلك. ولا حكم نهائي ما يقدرش. ثانيا لابد ان يخص الحكم اللي يصدر عن طريق القضاء بالذكر مدير املاك الدوله، ما يصدرش بالزام جهه اخرى وتجيبوا انت مدير املاك الدوله. يقدر يصدر بالزام مدير التربيه او جهه او والي الولايه او شيء اخر، ولكن المدير لما قال لك روح ارفع لي قضيه في المحكمه الاداريه وجهك، وفي الحقيقه وجهك انت تعتبره تحدي. سؤالك من هذا الباب هل يجرم القانون ام لا؟ ابدا. يقدر يقول لك انا وجهته جاب لي حكم غامض ما فيهش ما يلزمني، ما نقدرش انا نكتب له. قلت له روح ارفع لي دعوه، ماشي طبعا كشخص ولكن كمدير املاك الدوله، ترفع له دعوه في المحكمه الاداريه باعتبار مثل هذا النوع من القضايا تختص بنظرهم المحكمه الاداريه وليس المحكمه العاديه، لان المحكمه الاداريه تنظر في النزاعات اللي تكون الدوله طرف فيها. قال لك روح ارفع لي دعوه في المحكمه الاداريه والزمني باش نحول لك ملكية هذا السكن الوظيفي إليك أنت.
بمجرد صدور الحكم تاع المحكمة الإدارية حتى إذا داروا استئناف تجيب الصيغة التنفيذية وتروح إلى مدير أملاك الدولة أو تروح تعمل صيغة إيداع حكم عند موثق باش تحرر عقد ملكية نتيجة حكم قضائي طبعا من طرف مدير أملاك الدولة أو من طرف الموثق باعتبار أنه كاين حكم ممهور بالصيغة التنفيذية ينقل ويحول الملكية من مكان معين وهيئة معينة لك شخصيا. بعد قليل ركن مواطنة. مواطنة لهذا العدد اخترنا نص المادة 66 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين. قانون السجون لينظم علاقات الأشخاص المحبوسين بالمحيط تاعهم طبعا بالإدارة بزيارات باتصالهم بمحاميهم وبكل شيء طبعا يتعلق بحياة المسجون داخل السجن. نص المادة 66 يتحدث على الأشخاص الذين لهم حق زيارة هذا المحبوس. كثير من الناس ما يعرفوش شكون هما الناس اللي يقدروا يزوروا هذا المحبوس. تورط في قضية لا زال لم يحاكم أو حكم شكون اللي يقدر يزوره. طبعا نص المادة 66 يوضح يقول هم الأقارب الأصول والفروع بمعنى الأب والأم بمعنى الأبناء اللي هما الفروع إلى غاية الدرجة الرابعة. أما بالنسبة من ناحية زوجته أصهاره المكفولين إذا كان أشخاص المكفولين عنده أشخاص يعني ما همش أبناء تاعو مكفولين إلى غاية الدرجة الثالثة حفاظا طبعا على هذا الجو العائلي. ما نقدروش نعزلوا إنسان نقيدوا له حريته نتيجة ارتكابه لجريمة معينة ولكن ما نقدروش نمنعوه كعقوبة ثانية أننا نحرموه من المحيط تاعو. نظم القانون إلى غاية الدرجة الرابعة أصول وفروع إلى غاية الدرجة الثالثة من ناحية الزوجة أو الأصهار أو المكفولين. أكثر من ذلك يسمح القانون بجمعيات خيرية أو جمعيات دينية استثناء طبعا أنها تطلب زيارة أي محبوس إذا كان الغرض هو إعادة إدماجه، إذا كان الغرض هو أنه يساعده على إعادة الإدماج يعني التخلي عن الجريمة أو ربما تصويب الفكر تاع هذا المسجون أو شيء آخر فيه نفع طبعا للمسجون وللمجتمع وربما أيضا لكافة المساجين. شيء مهم جدا في هذه المادة هو أن القانون يسمح لرجل الدين بزيارة أي مسجون يكون على نفس الديانة يزوره. طبعا هنا أغتنم الفرصة باش نطلب من الأئمة القانون يسمح لكم نص المادة 66 يسمح لكم أنكم تزوروا المساجين. نحاولوا بعض الشيء نديروا مبادرات من رجال الدين لأن العمل الديني ليس فقط في خارج أسوار السجن وليس فقط في المساجد ولكن زيارة المساجين التي تعج بألاف المساجين بحاجة إلى موعظة بحاجة إلى فكر ديني قوي بحاجة إلى رجل دين مقنع بحاجة إلى المسجون الذي ارتكب جريمة بحاجة إلى ندم. رجل الدين يستطيع أن يفعل الكثير يستطيع أن يفعل ما لا تفعله عائلة المسجون لما تزوره. طبعا العلاقات العائلية فيها الأسى وفيها الحزن والحسرة فيها كثير من الأمور ربما لتبعث على الأسف وربما حتى إذا كانت الزيارة لغرض إنساني وعاطفي وعائلي ولكن زيارة رجال الدين نظن حيكون عندها تأثير على المساجين. وأنا إلى حتى الآن ما سمعتش برجال الدين ليسمح لهم القانون زاروا مساجين حتى إذا كانت موجودة ربما حالة أو حالتين أو ثلاث أو ربما لجهل بعض الأئمة لأنه يمكنهم زيارة هؤلاء المساجين. طلب الزيارة نص المادة موجود انتقل من بيتك ولا من المسجد إلى السجن مباشرة زور أو نظموا أموركم أو ربما نقابة الأئمة تنظم هؤلاء الأئمة في شكل حملة لزيارة المساجين لعل وعسى. ينتهي وقت البرنامج نلتقي في قادم الأعداد. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.